يا طيزي باكت. يلا يلعن دين ام سلمان على دين امك على دين ام ولي عهدك بره الغرفه يا ابن المتناك. انت سبيكر كده اتفضل يا صاطي. طيب يا باكت. لا ما عنديش باكت سيدي بهجت. ما ينفعش تقول عن باكتك ده على طول حرف. يا طيزي باكت. يلا يلعن دين ام سلمان على دين امك على دين ام ولي عهدك بره الغرفه يا ابن المتناك. هديك جبت سب الدين لمليكك ولي عهدك. اي كلب ابن شرموطه تبع الانظمه اطلع بدي بهجت يا ولاد المتناك. خلصت وهتقولوا هتقولوا ما تقلقوش هتقولوها هتقولوها وهتنلوها هتنلوها. هعلمكم انا بقى بس انا يعني سيد حني. ديك حريتك تعبر عن لفطيزك يا ابن المتناك غير قياسك وفساك. تقول رأيك يحترم إذا احترمت الناس احترموك وإن أسأت فشخناك ونكناك وطلعنا كالصمين أبوك. ليش حبيبي معلش لنا صوت البيت. يلا يا جدعان بطل يا تامر. يعني يا ابن الشموطة ده ما عندوش ذرة كرامة. على فكرة يا عم بهجت هو كريم فرفع ايده مرة تانية بس بعدين شافك بتفشخ في الواد صاطي راح نزل. مين كريم ده؟ اللبناني. لا يرفع ايديه عادي ويتعلم. بقول لك خاف منك لما شافك بتفشخ. لا 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 ما تقولش كريم ما يقولش سيدي ما يقولش سيدي بس يتعلم اداب الحوار يطلع من غير ما يقول سيدي. سيدي بس العبيد ابن سلمان هم ما عندهمش في لبنان كلمة سيدي لكن كلاب سلمان عندهم سيدي في هناك. فاحنا بنعامل الناس يعني كما يعني يستحقوا أن يعاملوا. أنا مش حاجة غريبة يعني إن هو يقول سيدي هو متعود. أي أمير أي مسؤول بيقول له سيدي أي حد بينيكه بيقول له سيدي. فلما يطلع لبهجت صابر لازم يقول له سيدي. هو في حد هينيكك أحلى من بهجت يلا ولا يحنو عليك أكتر من بهجت. ولو عاوز كبسة هجيب لك كبسة يا ابن المتناك تحت أمرك يعني. طيب تامر تفضل يا تامر. السلام عليكم ازيك عم بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا أهلا وسهلا. أنا حبيت بس كسوم السيسي كسوم السيسي ولي العهد كسوم حكام العرب كلهم والمتناكة ولاد الأحب أحلى كسومية أولاد المتناكة. شكرا شكرا لحبيب مع السلامة. ده مختصر مفيد والله يا تامر.